عام كامل مر على رحيل السيدة العظيمة جيهان السادات، السيدة الاستثنائية اللي كانت شاهدة على فترة مهمة جدا 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 في تاريخ مصر. السيدة جيهان السادات استحقت بإصرارها وعزيمتها أن هي تلعب دور مهم وقوي في الحياة السياسية والاجتماعية للمصريين. السيدة جيهان السادات ساهمت ربما بشكل كبير في دعم المرأة المصرية في حرب أكتوبر 73، كان ليها دور قوي جدا في الهلال الأحمر المصري وجمعية بنك الدم المصري. محطات مختلفة في حياة السيدة جيهان السادات، تعالوا نتعرف عليها خلال التقرير اللي جاي. عام مر على رحيل سيدة استثنائية كانت شاهدة على فترة هامة من تاريخ الوطن، ولعبت دورا هاما في الحياة السياسية والاجتماعية. هي جيهان السادات. ولدت جيهان صفوة رؤوف في 29 من أغسطس عام 1933 في جزيرة الروضة بالقاهرة، وهي ابنة الطبيب المصري صفوة رؤوف والأم البريطانية جلاديس تشارلز كوتريل، اللذين التقيا في إنجلترا بينما كان صفوة في جامعة شيفيلد يدرس الطب، وكانت الثالثة من بين أربعة أبناء. في 29 من مايو عام 1949 تزوجت جيهان صفوت من أنور السادات لتبدأ معه رحلة استمرت لأكثر من 32 عاماً. بعد تولي السادات الحكم، اختارت جيهان الطريق الصعب المختلف عن سابقتها لتكون أول سيدة أولى تدافع عن حقوق المرأة في التعليم والعمل وحتى الوصول للبرلمان. وقامت بدعم إنشاء المراكز التعاونية حتى تتمكن الفلاحات من الحصول على درجة من الاستقلال الاقتصادي عن أزواجهن من خلال تعلم الحرف اليدوية. وخلال حرب عام 1973 ترأست الهلال الأحمر المصري وجمعية بنك الدم المصري، وكانت الرئيس الفخري للمجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، كما كانت رئيسة الجمعية المصرية لمرضى السرطان وجمعية الحفاظ على الآثار المصرية والجمعية العلمية للمرأة المصرية وجمعية رعاية طلاب الجامعات والمعاهد العليا، والتي جمعت الأموال لشراء الكتب والملابس للطلاب، كما أنشأت دوراً للأيتام ومرفقاً لإعادة تأهيل المحاربين المعاقين ومؤسسات الوفاء والأمل، وكانت الداعم الأول لإصدار قوانين الحضانة وحقوق المرأة. حصلت جيهان السادات على ليسانس الآداب العربي من جامعة القاهرة عام 1977 وهي في الأربعينيات، في محاولة منها لحث السيدات على التعليم، ثم حصلت على ماجستير في الأدب المقارن من نفس الجامعة عام 1980، ونالت درجة الدكتوراه في الأدب المقارن عام 1986، وكان ذلك من كلية الآداب بجامعة القاهرة. انضمت لهيئة التدريس بجامعة القاهرة وعملت أستاذاً زائراً في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة. وبعد تاريخ طويل كانت فيه شاهدة على لحظات النصر والفرحة والسلام والتنمية، كانت أيضاً شاهدة على لحظة اغتيال زوجها الرئيس الراحل أنور السادات. ورحلت جيهان واختارت أن تدفن بجوار زوجها في نفس المكان الذي شهد لحظاته الأخيرة، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم جيهان السادات على محور الفردوس، أحد محاور الطرق الرئيسية بمصر بشرقي القاهرة، وذلك بطول 9 كيلومترات، كما منحها وسام الكمال.